السلام عليكم، انا الدكتور خالد عماره استاذ جراحه العظام. هكلمكم عن ازاي نتصرف في لو حصل مضاعفات في عمليه عظام. واحد عمل عمليه والعمليه ربنا اراد ان هي ما تنجحش. نسبه حدوث المضاعفات في جراحات العظام عامه بتتراوح ما بين 3-4%، يعني اغلب الجراحات اللي بتتعمل نسب نجاحها حوالي 96%، لكن لسبب او لاخر ممكن يحصل مضاعفات، سواء المضاعفات دي نتيجه عيب في المرض نفسه او عيب في المريض نفسه، مثلا المناعه بتاعته ضعيفه او قدره الالتئام عنده ضعيفه، او عيب في الاهل والالتزام ان ما التزموش بالتعليمات بتاع الدكتور، او عيب في الدكتور ان الدكتور عمل العمليه بطريقه مش صحيحه او التعقيم ما كانش كويس، او عيب في المستشفى ان المستشفى ما كانش فيها التعقيم او الامكانيات المظبوطه. في تفاصيل كتير جدا ممكن تتسبب في حدوث ال 4% المضاعفات ديت. لو حصل معاك مضاعفات المفروض تعمل ايه؟ اول حاجة انصحك بيها انك لازم تفضل مع الدكتور بتاعك وتفضل معاه لفترة كافية، لانه ممكن يبقى عنده المفتاح الحقيقي لعلاج المضاعفة ديت اللي مش هتلاقيه عند حد تاني. النصيحة التانية اللي انصحك بيها انك ما تقلقش، لان اغلب المضاعفات بيبقى ليها عليك، المهم انك تمشي في الاتجاه الصح. طيب افرض ان انا ماشي مع دكتور لفترة وبرضه ما وصلتش نتيجة، اعمل ايه؟ لو فضلت ماشي معاه لمدة 6 شهور وما وصلتش نتيجة، في الحالة دي ممكن اوافقك انك تروح لدكتور تاني وتبدأ معاه من الصفر. انا موافقك، لكن مش قبل 6 شهور، لان في تفاصيل كتيرة ما بتبقاش موجودة غير عند الدكتور الجراح اللي شاف العملية بنفسه وعارف التفاصيل. وطبعا احنا دايما زي اي حاجة في العالم كله في الكويس وفي الوحش، فانت بتدور على الدكتور القوي الامين، الدكتور الشاطر اللي عنده علم وفي نفس الوقت اللي عنده امانة اللي انت هتستأمنه على نفسك بحيث انه يوصل بيك لمر الامانة. شكرا جزيلا.